المخازن الجماعية أو إجودار باللسان الأمازيغي تحف من صميم الهندسة المعمارية الأمازيغية، كانت فيما مضى تشكل أيضا ملجأ للاحتماء من الأخطار المحتملة التي تحدق بالجماعة. في هذا المكان المحصن وفوق هذه التلة المنيعة تم بناء المخازن الجماعية لشتوكا إتباها، ويحيط بها سور خارجي من شجر الصبار والأشواك، ثم سور طيني بارتفاع 3 أمتار. تواصل إيجودار تحديها لعواد الزمان فوق هذه القمم الصخرية لتقف شامخة أمام تقلبات الظروف الطبيعية، مقدمة بذلك مثالا ساطعا على ثراء الثقافة والهندسة المعمارية المغربية الأمازيغية. تتميز إيجودار بسمك جدرانها وارتفاع نوافذها وضيقها، وتتزين بعض أجزاء البناء بزخارف من الجبس أو الخشب المطلي. فبهذا المعنى تجسد ولو بشكل جنيني فكرة البنك كما هو متعارف عليه في العصر الحديث. إنها عبارة عن بناية من 4 أو 3 طوابق، يقسم كل طابق إلى عدة غرف يخزن فيها سكان القبيلة محاصيلهم من حبوب وزيت وعسل وأرجان وكل ما ملكت أيديهم من نفائس. يشترط في موقع بناء إيجودار أن يكون معرضا لأشعة الشمس طوال اليوم، وذلك لصيانة المخزون لا سيما الحبوب من التعفن أو ما يعرف بتاجردوت في اللغة الأمازيغية. تعتبر إيجودار شتوكا إتباها من بين أقدم المخازن الجماعية التي بنيت في منطقة سوس ماسا إلى جانب أكادير نجاريف بإقليم تارودانت، الذي يعد أعرق مخزن جماعي حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن 15 الميلادي. ويتميز الهيكل الهندسي بكونه يضم 2 إلى 4 أبراج، وتدل هذه الأبواب الخشبية الكبيرة على مدى عظمة المهندس المعماري وبراعة أنامله في هذه الربوع من المغرب. المخازن الجماعية أو إيجودار بصيغة الجمع أكادير بصيغة المفرد، هي مخازن جماعية معروفة في المغرب بشكل كبير، حيث كان لقاو في المغرب تقريبا 560 مخزن جماعي أو أكادير. المغرب قيمة هذه المخازن الجماعية أنها موجودة بكثرة، ثم لا زالت تحافظ على خصوصياتها، بل أن منها من لا زال يشتغل إلى الآن. ما معنى المخزن الجماعي؟ المخزن الجماعي هو بنايات كبرى تبنى غالبا في المناطق الجبلية، الهدف منها هو تخزين المحصول، خصوصا محصول الشعير، لأن الشعير هو الذهب الأخضر لهذه المناطق. وعندما تخزين الشعير فإن تخزين الحياة، لأنه هو الامتداد، هو الاستمرار، هو العيش في منطقة معروفة بالجذب وبندرة وشح الموارد، وتلعب أدوارا دفاعية بحكم أن هندستها البنائية هي غالبا شبيهة بالحصون الدفاعية. نجد لديها أبراج، غالبا كل جدار ونموذج لأكادير مجللين فيه أبراج، مدخل داخلي، ثم فضاء مخصص للوضوء وللصلاة، لأنه موجود دائما هناك المساجد داخل حصن أكادير، بالإضافة إلى البيت أو منزل ديال الحارس الذي يسكن فيه، لأن الأمين هو الوحيد الذي يسكن داخل المخزن الجماعي. ثم هناك الأهم داخل أكادير هو الفضاء المفتوح على بعض، يعني هو موجود صفين متقابلين، وهذا المكان هو بالضبط الذي يوزع بين الأسر. كل أسرة تملك فيه بيتا أو مخزنا، يعني كتكون الساروس دياله كيكون مغلق من طرف الأسرة. الأمين دوره فقط هو تنظيم عملية الدخول والخروج أثناء النهار، في حين أن كل أسرة تملك غرفتها، وهي شبيهة بنظام البنكي. وأنا من المدافعين على أن إيجودار ربما هي أقدم نظام بنكي عرفته البشرية، لأن الكثير منها يشبه هذا النموذج ديال التخزين أولا، ولكن في إطار تشاركي.
تعتبر إيغو دار شتوكا إيتباها من بين أقدم المخازن الجماعية التي بنيت في منطقة سوس ماسا إلى جانب أكادير نجاريف بإقليم تارودانت، الذي يعد أعرق مخزن جماعي حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر الميلادي. ويتميز الهيكل الهندسي بكونه يضم 2 إلى 4 أبراج، وتدل هذه الأبواب الخشبية الكبيرة على مدى عظمة المهندس المعماري وبراعة أنامله في هذه الربوع من المغرب. ويتضح ذلك من خلال ما يبدو عليها من زخرفة ونقوش، وكذا طريقة البناء الفريدة، كما أن الأشكال الهندسية التي بنيت بها هذه المخازن الجماعية لدليل على مهارة المهندس المغربي في حقبة تنعدم فيها وسائل البناء المتطورة. وقد استعملت مواد أولية محلية لبناء أكادير خصوصا، ويلجأ إلى الأخشاب خاصة في الأبواب والأسقف والعتبات والسلاليم التي تستعمل للوصول إلى غرف الطوابق العليا لأكادير. مؤسسة جدار هي مؤسسة جماعية، لا يمكن أن يكون أكادير في ملك شخص، بل دائما يكون في ملك قبيلة، في ملك عشيرة أو مجموعة دواوير، وبالتالي تدبيره أيضا تدبير تشاركي، يشرف عليه مجلس يسمى بمجلس إنفلاس، ينتخب بشكل ديمقراطي. وهذا يعطينا أيضا الإرهاصات الأولى للديمقراطية المحلية المغربية في هذه الجبال. ولا يمكنك أن تكون أنفلوس، يعني أن تدخل إلى هذا المجلس، إلا إذا كنت تمتع بالخصال الحامدة ويتشهد لك أسرتك، لأنك ستمثل الأسرة داخل هذه المجموعة التي ستقوم بتدبير المشترك. وهناك ألواح هي ما يسمى بالألواح السوسية التي تدبر هذه الأشياء، وهي عبارة عن عرف مكتوب موجودة، أقدامها هو لوح أكادير وجاريف الذي كتب سنة 1492، وهي أيضا ذخيرة بل كنز في الجانب ديال التشريع وديال القوانين، خصوصا لتنظيم العيش المشترك والمجال المشترك. وتمثل إيغو دار فضاءات جماعية خاضعة لحراسة دقيقة، حيث لا تتوفر إلا على مدخل واحد يكون مفتاح بابه في عادة حارس يحمل لقب لامين، وهو اسم حامل لدلالات عميقة يحيل على الأمن والأمانة. داخل هذه المخازن الجماعية الواقعة في إقليم شتوكا إتباها، كانت تؤتمن أشياء وممتلكات أفراد الجماعة التي يتبع لها المخزن الجماعي، والذي يحتوي على غرف جد صغيرة تشكل خزانة أمينة للحفاظ على أنفس الأشياء التي يمتلكها أفراد القبيلة، كعقود البيع والشراء وعقود الزواج والمجوهرات وعقود إثبات الملكية العقارية والعسل والزعفران والزيت وغيرها. وتتكون من 3 إلى 4 أدوار مقسمة إلى غرف صغيرة يتم الولوج إليها عبر باب صغير مصنوع من الخشب. بالنسبة للحراسة تتم بالتناوب، كل المستعملين ديال أكادير يقومون بالحراسة ليلا، في حين أن الأمين دوره هو البواب، يعني الفتح والإغلاق، في حين الحراسة تتم بالتناوب. المكونات غالبا نجد الأبراج، برجين أو 4 حسب أهمية الأكادير، نجد فضاء للمواشي، كما نجد أيضا مكان مخصص للعسل تدارت. يعني إذا لاحظنا مثلا هذه المكونات سنجد بأن أكادير هو عصب الحياة، هو كل الأشياء الثمينة والأشياء التي توجد داخلها يخزن داخل غرف الحبوب، خصوصا الشعير بالدرجة الأولى، ثم الزيوت وخصوصا زيت الزيتون، الوثائق المكتوبة الرتل، وهي عبارة عن عقود بيع وشراء وغيرها، توضع داخلها صناديق صغيرة وتوضع هناك، وبعض الحيلي خصوصا من الفضة، حيلي ديال النساء. إذن أنا أقول بأن مؤسسة جدار هي مؤسسة جماعية اجتماعية تنظم سيرها أعراف، وأبدعها المغاربة، أبدعها الأمازيغ في هذا الجزء، خصوصا الأطلس توجد بكثرة في الأطلس الصغير الغربي، وتوجد كذلك في منطقة ورزازات في بني ملال، وفيها أنواع مخازن أو إيغيدار المحفورة في الأجراف، لغرونيد فاريز موجودة في المنطقة ديال عبدي ومنطقة ديال تاليوين، ثم المبنية بالحجارة هي السائدة هي الغالبة، والمبنية بالطوب وبالطين المكبوس باللوح هي الموجودة في المنطقة ديال طاطا،
وهندستها هي إبداع جميل جدا، وبالتالي كما قلت هي تراث للمغاربة، ولكن آن الأوان أن تتحول إلى ملف يترافع عليه من أجل أن تقدم إلى منظمة اليونسكو كتراث إنساني عالمي. تكتسب إيغودار أهمية أكثر في المواسم التي يكون فيها المحصول الزراعي ذات أهمية، ولا يمكن فتح الغرف التي تحتوي عليها أغادير إلا بحضور الأمين. لقد كان تدبير المخزن الجماعي يخضع لنخبة من الأشخاص الذين يشكلون مجلس القرية أو القبيلة، ويتولى المجلس مهمة وضع ميثاق أو عرف كان يتم تدوينه على لوح خشبي، ويحدد حقوق وواجبات كل منخرط في هذه المنظومة الجماعية. وبالنظر إلى قيمتها التراثية، فإن المملكة المغربية تعمل جاهدة على تسجيل هذه الإيغودار ضمن التراث العالمي لليونسكو. إن إيغودار لتراث معماري فريد يذكر بماضي المغرب المجيد ويطلق صيحات الإنقاذ والترميم، فهل من مجيب؟